قطر تعني بالنسبة لي كعبة المضيوم. قطر بالنسبة لي هي فضاء حاضن رحب أحمل له في قلبي وعقلي مكانة خاصة. هو إيمان العميق بأهمية ترجمة اعتزازنا بلغتنا وثقافتنا عبر ممارسات إبداعية فاعلة. الذي دفعني في المشاركة طبعاً هو حب في اللغة العربية. موضوع القصة كان بتكلم عن حالة إنسانية من التراث القطري، استلهمت من مقطع من بيت الشعر المؤسس وعاملتنا بالصدق والنصح والنقاء. وهذه المقولة كانت مقولة أبوية، يعني يعتبر الشيخ قاسم أبوي لدولة قطر، وأنا كتبت المقولة بتاعتي عن الأب. هي وطني الأكبر الذي يوجد به كافة الحلول لما تعاني منه الشعوب العربية في الواقع الحالي. اللغة العربية بالنسبة لي هي أنجح وأنجع وسيلة لإيصال الأفكار والأحاسيس إلى الغير. العرب مدينون دينا لا يؤديه شكر ولا امتنان للغتنا العربية، هي التي عصمتنا من التفرق وحفظت لنا هويتنا الحضارية واستقلالنا الفكري، ولم تحرمنا فرصة الانفتاح على الآخر.